الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. أهلا بحضراتكم وتغطية جديدة هنستعرض فيها أبرز الفتاوى اللي أصدرتها دار الإفتاء المصرية خلال عام 2021. تابعونا. تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر إصداراً للفتاوى بنسبة 17% خلال النصف الأول لعام 2021، وده وفقاً لآخر إحصائيات المؤشر العالمي للفتاوى التابع لدار الإفتاء المصرية. وبتحاول دار الإفتاء المصرية أنها تكون معانا خطوة بخطوة من خلال إصدار فتاوى بتتعلق بالقضايا اليومية. هنبدأ بأول فتوى مهمة كانت أصدرتها دار الإفتاء في بداية السنة، فهي كانت عن توقعات خبراء الفلك للعام الجديد. ووقتها قال أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أنه يوجد فرق بين الدجل والعلم، وأن الله عز وجل رتب على النجوم علم له أدواته ولا نستطيع أن ننكره. وقال كمان أنه لا مانع من الأخذ بدلالات النجوم، ولكن لابد من اليقين بأنها دلالات ظنية وليست على سبيل القطع. كمان السنة دي كان في جدل كبير حول الأمور المالية والمتعلقة بالبنوك زي الأرباح وشهادات الاستثمار وكمان قروض التمويل العقاري. وحسمت دار الإفتاء الجدل حول أرباح البنوك، وقالت أنه يجوز أخذها شرعا لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود بتحقق مصالح أطرافها. وبالتالي فإن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها حلال ولا علاقة لها بالربا على خلاف القروض. كمان أوضح أمين الفتوى أن التمويل العقاري من البنك لا بأس به ولا يعد قرضا لكنه تمويل، مضيفا أنه يجوز شرعا أخذ تمويل عقاري من البنك، مشيرا إلى أن هذا التمويل يقوم فيه البنك بشراء العقار نيابة عن الشخص المتقدم للحصول على التمويل ثم يسدد للبنك بعد ذلك. أما الكورونا فكانت متصدرة المشهد السنة دي، ولذلك كان لها أكثر من فتوى، وأهمها كانت رأي دار الإفتاء في تزوير شهادة التطعيم، خاصة بعد أن جعلت الحكومة المصرية التلقيح إجباري وشرط للدخول للمصالح الحكومية. وشددت دار الإفتاء على أن تزوير شهادات تلقي لقاح فيروس كورونا محرم شرعا لما اشتمل عليها من كذب ومفاسد عدة، ويقع به الإثم على صاحبها وعلى من زورها له. واعتبرت دار الإفتاء أن الطبيب المزور لشهادة تلقي لقاح كورونا شاهد زور وخائن للأمانة. وبعد انتشار الأخبار حول الأرباح الكبيرة واللي بيحققها البلوجرز من خلال اليوتيوب وتطبيقات التيك توك وغيرها، حرصت دار الإفتاء على الرد على سؤال حول ما إذا كانت أرباح التيك توك والتطبيقات المشابهة له حلال أم حرام. وأكدت دار الإفتاء أن ذلك متوقف على ما يتم تقديمه، فإذا كان هناك شيء هادف يحث على الأخلاق ويساعد على انتشار الفضيلة سواء كان معلومة مفيدة دينية أو دنيوية فهو حلال، أما إذا كانت أشياء خارجة عن العادات أو التقاليد أو الأدب وتحض على الحرام فأرباحها حرام، مع التأكيد على أن عرض وفيديوهات يومية للحياة اليومية للشخص بتفاصيلها هو حرام شرعاً. كمان خرج البعض أثناء موكب المومياوات الملكية وقال أن إخراج المومياوات وعرضها حرام، لكن دار الإفتاء المصرية حسمت الجدل حول عرضها في المتاحف والتربح منها، وأوضحت أنه لا مانع شرعا من قيام الهيئات المختصة بدراسة الآثار عن طريق إخراج المومياوات القديمة وعرضها في المتاحف مع الاحتياط التام في التعامل معها مما لا يخل بحقوق الموتى في التكريم. كمان أحدث مطربي المهرجانات ضجة كبيرة، وبناء عليه ورد أسئلة لدار الإفتاء حول حرمانية سماع الأغاني، وأجابت بأنه هناك نمط من الأغاني بدون تحديد يوجب به معاني راقية وموسيقى هادفة ورقي بالأحاسيس والمشاعر، وهو لا مانع من سماعها لأنها مقبولة ولا نرى فيها شيئا من الحرمة أو الكراهة. أما الأغاني التي لا معنى لها والموسيقى التي لا تؤدي لرقي المشاعر فهي حرام، وأكد دار الإفتاء أن المسلم العاقل يدرك الكلام ذو القيمة الحسنة والجميلة وما بين غيرها. كمان أثارت مبادرة زواج التجربة التي أطلقها المحامي المصري أحمد مهران جدلا واسعا، وحسمت دار الإفتاء الجدل وقتها وقالت أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة بانتهاء مدة معينة بيجعل العقد باطلا ومحرما.
وبعدما أثار الشاب محمد الملاح حالة من الجدل بعد ظهوره في البرامج، وأكد أنه تزوج كمحلل 33 مرة ويقدم هذه الخدمة المجانية لأي زوجة، خرجت دار الإفتاء بفتوى لتوضيح مفهوم المحلل، وأكدت دار الإفتاء في بيانها أن الزواج بشرط التحليل حرام شرعاً. وأحدث بطل كمال الأجسام بيج رامي ضجة مرتين، مرة بشأن حرمانية لعبة كمال الأجسام، والمرة الثانية بسبب زواجه للمرة الثانية بدون علم زوجته الأولى. وأكد الشيخ أحمد أسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يوجد مانع شرعي من ممارسة رياضة كمال الأجسام مع مراعاة حدود العورة. وبشأن تعدد الزوجات، قالت دار الإفتاء أن الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، وإنما أبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة. وأكدت أنه يجوز تطليق المرأة من زوجها الذي تزوج عليها إذا وقع عليها ضرر بسبب هذا الزواج. أما عن مسألة الميراث، كانت من أكثر المسائل المثيرة للجدل مؤخرا، وأكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعا أن التسوية بين الأولاد في العطاء والهبة أمر مستحب، وأوضحت في فتوى لها أنه قد يخص الشخص الواهب بعض أولاده بعطاء زائد عن البقية لحاجة معينة، ولا يكون الإنسان حينئذ مرتكبا للظلم ولا إثم عليه في ذلك، لأنه تصرف فيما يملك حسب ما يراه محققا للمصلحة. كمان حسمت دار الإفتاء الجدل الذي تسبب فيه لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح حول رأي الشرع في تناول الخمور، وأصدرت بيانا على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: تحريم شرب الخمر ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وبكده نكون استعرضنا مع حضراتكم أهم وأبرز الفتاوى اللي تم إصدارها في عام 2021. بشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.